والدي كان مهندس وكان من احنا صغار بيعلمنا مهارات الحل السريع بالرياضيات. هذه الشغله ولدت عندي شغف اتجاه مهارات الرياضيات السريعه. بنعلم في الأكاديمية برنامج الرياضيات السريعة، وهو برنامج بيستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 15 سنة. بنعلمهم القيام بالعمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة بطريقة عقلية مجردة باستخدام مجموعة من المهارات بدون استخدام عداد أو آلة حاسبة. رياضيات المدرسة كانت مقتصرة على المنهاج المدرسي، مقتصرة على إنه الطالب فقط السؤال طريقة حله جوابه. لا، هنا عندنا أكثر من طريقة، أكثر عندنا أهداف كثيرة ممكن إنه نحققها من خلال الأسئلة. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.